السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حاج، عايزين نفتح صندوق بعيد 717. 717 717. أيوة صح مظبوط، عندنا. أنا عارفة أنه عندكو، إحنا عايزين نفتحه وناخد اللي جواه. راحت فين كوباية الشاي؟ راحت فين؟ تفضل يا حاج الشاي. أه متشكر، العتب على النظر. طب يا حاج، عايزين نفتح صندوق 717. هو أي حد عايز يفتح صندوق نفتحوله كده على طول؟ ده صندوق خاص، يعني لازم اللي يفتحه يكون المالك الأصلي بتاعه. طب ما إحنا أصحاب الصندوق يا حاج. أيوة، يعني باسم مين فيكم؟ باسم مكاوي أبو الخير. وحضرتك بقى مكاوي أبو الخير؟ حضرتك إيه يا حاج؟ أنت مش سامع صوتي، أنا أنثى، أنا أنثى يا حاج. لا مؤاخذة يا بنتي، العتب على النظر. هو فين بقى الأستاذ مكاوي؟ الأستاذ مكاوي عقبال عندك مات الله يرحمه، ودول أحفاده. أيوة، وحضرتك بقى مين؟ أنا حرم المرحوم، أنا جدتهم. معاكوا إعلام وراثة؟ لا، معانا بطاقات. بطاقات؟ ما ينفعش بطاقات، لازم إعلام وراثة. إعلام وراثة إيه بس يا حاج؟ بيقولوا لك معاهم بطايق تثبت إن هم أحفاد مكاوي. نيلي وشريهان أحفاد مكاوي. أنت قلت لي مين؟ نيلي وشريهان أحفاد مكاوي. نيلي وشريهان؟ نيلي وشريهان؟ أيوة نيلي. والله العظيم من ساعة ما دخلوا عليا وأنا عمال أسبح عليهم وأقول أنا شفتهم فين، نيلي وشريهان. لا مش ممكن، مش ممكن. بس انا اول مره اعرف ان نيلي وشريهان قرايب. لا حضرتك، ما هو شفت بقى يا حاج، شفت بقى الدنيا ضيقه ازاي وصغيره ازاي. نيلي وشريهان وجولك اهم مع بعضهم، وانت عمال تقول لهم اعلام وراثه وادوني بطايق واثبات شخصيه. ده كلام؟ بطايق ايه واثبات شخصيه ايه؟ ده هم نفسهم وشهم بطاقه. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يكرمك. ها هنفتح الصندوق بقى ولا ايه؟ طبعا، ده انا افتح لكم الدنيا كلها صندوق. بس انا ليا طلب رفيع عندكم قد كده. انت تؤمر يا عم؟ طلب رفيع ولا تخيل؟ اؤمر. نيلي وشريهان بقى وزمن الفن الجميل بقى والحاجات الحلوه، الاستعراضات والاغاني بتاعت زمان الحلوه دي، الفوازير دي نسمع منها بقى حاجه. طبعا طبعا، ما انت فاهم ايه؟ لازم شويه كده. الراجل الطيب ده هيفتح لنا الصندوق. أيوة مش هينفع يا عم ده، نسمعه اي حاجه عشان نفتح الصندوق. اي حاجه، وحد مش حافظ حاجه لشريهان ونيلي. يلا يا نيلي، يلا يا شريهان. حياتكم بتاعت زمان دي. اه ركز بقى يا حاج واتفرج بقى. شوف بقى، ربنا يسامحك يا جدو، كله عشان خاطر الفلوس. سوري يا فنانه نيلي. اسفه استاذه شرهان. سيادتك ام العريس. طبعا 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 ام العريس. ام العريس، صك 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 على الموضوع. لو لو قلت هاخدك فوق سك بوعك تعك ما زكش فكرك ممنوع تقول ممنوع ناو سك عالموضوع. بدي واحد اتنين تلاتة بقى. بارارام بام بيري بارا بام بام بارام بارا بام بام بيري بارارا بيري باريري با بارارارارا. موضوع الله 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 الله. ايه الجمال ده؟ ايه العظمه دي كلها؟ بصراحه والله 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 انتوا انستونا. امال ايه؟ انستونا. امال ايه؟ انستونا. اتفضلوا 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 يا جماعه، منورينا والله ومكترينا. 717 خلاص يا حاج شفناها. تعالى تعالى انت. شكرين، تفكر انت على الله بقى. بالمناسبة الجميلة دي بقى، يعني نسمع حاجة كده. لا خلاص بقى لو سمحت. معلش هم تعبانين دلوقتي، أنا بعدين هاجي لك على رواقة كده وأجيب لك معايا محمود شكوك. بجد والله؟ ده وعد. وعد. اتفضلوا. شكرا. عيشوا بقى. سلام عليكم. ألف سلامة. سلام. سلامة. ستاند راحة فين؟ هات المفتاح. خلي دي معاك. اتفضل. 717. ايه يا بنتي في ايه؟ بقالك ساعة ما قعدانا جنبكم تنحف في البتاعة دي.
ما تقولي لنا حاجة. ما حضرتك أنا مش فاهمة حاجة في المتاهة دي. طب ما تظهري بحاجة تانية غير المتاهة دي. مش هينفع، ما هو مفيش أي حاجة مفهومة في الكلمات المتقاطعة غير إن الحل في المتاهة، وأنا عمالة أحل في أم المتاهة دي. والله ما في متاهة غير اللي إحنا فيها. طب وهي المتاهة دي عايزة إيه لا مؤاخذة؟ إزاي نوصل محظوظ للعربية؟ طيب، يعني إيه مش فاهم برضه؟ ما حضرتك أنا كمان مش فاهمة، ما هو ده اللي بقوله من الصبح، لو كنت فاهمة ما أنا كنت قلت. طيب واضح إن إحنا مش هنوصل لحاجة النهاردة، فأنا بقول هناخد المجلة نروح بيها ونقعد نفكر كده براحتنا، ولو وصلنا لحاجة نقول لحضرتك. ده اللي هو عند مين؟ الساعة كام يعني؟ مؤاخذة المجلة دي هتفضل هنا في الحفظ والصول. لو حبيتوا تحلوا اللغز تعالوا لي، ده مكتبكم برضه. ايه ده؟ أنا افتكرت حاجة مهمة قوي، ممكن تديني المجلة ثانية؟ ثانية بليز؟ فهمتي حاجة؟ لا ما فهمتش برضو؟ طيب انتوا تروحوا كده تفوقوا نفسيكوا وتشطفوا كده وتروقوا، ولو لقيتوا نفسكوا قادرين تفهموا وعايزين تحلوا اللغز تعالوا لي، ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني ولا خلي حد يفتحه لكم. اوكي ثانك يو، باي باي. باي باي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ده الراجل ده حويت قوي من ساعة ما حط مناخيره في الموضوع، وهو عامل زي القرادة مش هيطلع إلا بالدم. سيبك منه. سيبني منه إزاي بس؟ ده معاه المجلة وإحنا معانا المتاهة. متاهة؟ معانا المتاهة إزاي يعني؟ فاكرة لما قلت له هات هات المجلة بسرعة عايز أشوف حاجة؟ فاكرة. خدت المجلة وعملت نفسي كأني بفكر في حاجة ورحت صورتها. برافو، وريني يا بنت اللذينة. هي مناخيرك فيها حاجة يا نيلي؟ مناخيري؟ لا. من هنا كده بصي. صورتي نفسك سيلفي بالوش. ازاي عملت كده؟ الكاميرا كانت معمولة على السيلفي. خبية، هنعمل ايه؟ نروح عند عم بندق يمكن نفهم منه أي حاجة. ماشي يلا. ازاي عملت كده؟ عمليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي. بين داري كده ولا داري كده ولا داري. ما تخلص بقى يا عم بندق، مش ممكن يعني. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كم كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجة مهمة. وانا ما قلتش افهمكوا حاجة، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني. دلوقتي الكلمات المتقاطعة بتقول ان الحل في المتاهة، والمتاهة فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجة من الحوار ده؟ صراحة لا. طب هنعمل ايه احنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير ان احنا نروح زيارة البابي في السجن ونسأله. هتسألوه ليه؟ الله، ما تسألوا محظوظ. محظوظ مين؟ محروفة اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بينده ويقول له يا محظوظ يا محظوظ، طلعت عليه محظوظ. طب ليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي. بين داري كده ولا داري كده ولا داري. ما تخلص بقى يا عم بندق، مش ممكن يعني. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كم كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجه مهمه. وانا ما قلتش افهمكوا حاجه، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني. دلوقتي الكلمات المتقاطعة بتقول إن الحل في المتاهة، والمتاهة فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجة من الحوار ده؟ صراحة لا. طب هنعمل إيه إحنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير إن إحنا نروح زيارة البابي في السجن ونسأله. هتسألوه ليه؟ الله، ما تسألوا محظوظ. محظوظ مين؟ محروفة اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ أو محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بينده ويقول له يا محظوظ يا محظوظ، طلعت عليه محظوظ. طب
هو ازاي يا عم دهب ما عملش اللينك ده؟ ما فهمش انه محظوظ اللي في الستوري ده هو محفوظ. اصل عمك دهب كان بعيد قوي 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 عن محفوظ، ما كنتوش يعرفوا بعض، في تباعد يعني. اوكي طب معلش بقى، ليه حضرتك بتحب تتعبنا؟ يعني ليه مش بتقول على طول؟ الله، اساليني سؤال مباشر اجاوبك اجابه مباشره. طب اسالك سؤال مباشر؟ اتفضلي. تعرف فين بيت محفوظ؟ طبعا.